عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات مع نظير العراقي محمد شياع السوداني ناقشت المباحثات مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق وأكد مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع إطار التعاون المشترك والنهوض بمستويات التبادل التجاري بما لدى البلدين من إمكانات هائلة لتحقيق ذلك كما شهد الاجتماع الاتفاق على ان يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمه بين البلدين بالتوازي مع الاعداد الجيد لاجتماعات الدوره المقبله للجنه العليا المشتركه